قعدتها وبكل إبداع فني نظمت ميشلين خواند مؤسسة حفل ضخم لمهرجان الأيفي أوردز، ضم إلى جانب المدعوين اللجنة التحكيمية وشخصيات فنية واجتماعية وأعلامية وطبية بحضور طبعا ممثلة وزير الإعلام. بيسعدني استضافة عرابة الجمال ميشلين خواند، أهلا وسهلا فيك. مرسي كتير ومرسي لألكم، وبدي رحب بكل الأشخاص اللي عم يحضرونا. أهلا وسهلا مدام ميشلين. هيك بداية بحب أعرف أي سنة تأسس المهرجان؟ هي أيبيا أورد انعملت أول مرة بسنة 2022. نعم. أخذت أصداء كتير حلوة. الفكرة كانت غريبة، ما في منها بالشرق الأوسط. صحيح، لأنه كنا نشوف مثلا مهرجان جمالي كعرض أزياء، صح، مهرجان جمالي كملكة جمال، بس مزبوط. مش شيء شامل. ما هو نحن دائما، انا اللي لفتني انه نحن دائما بنضوي على الاشخاص الحلوين، على الممثلين، على الفنانين، ما بنضوي على الاشخاص اللي هن ورق بيصنعوا طلاتهم. هذا الجمال. سألت انا هيدا الدومين صعب وبده كتير درس وبده كتير شغل وبده ليفل، قلت خليني لاقي طريقه انه نقول ثانك يو لهول الاشخاص اللي عم يتعبوا بدومين البيوتي، وطلعت الفكره من هون وعملناها لاول مره. انت جاي من هيدا المجال؟ انا اصلا بيوتيشن، لي 25 سنه بهذا المجال. ما شاء الله، لهيك فكرتي فيهم. اكزاكتلي. فقلت انا ما في حدا عم بكرمنا هيدا، بتعرفي قد ايه بيتعبوا وما حدا بكرمكم. صح، بنكرم حالنا. وبحس انه بوقت المهرجان انا بكون شو حابه انا ينعمل لي، بدي اعمل لهول الاشخاص اللي عم بيكونوا معنا. فعن جد بحسها كثير شخصيه، بيعني لي كثير هذا المهرجان. هيك بينجح المهرجان اكثر 100%، بينجح اكثر وببين قد ايه انا بحب عم بعمله يعني. ونحن كل شيء بنعطي بحب حيرد علينا بهالطريقة. حلوة كتير هالحكمة. شو يعني IBEA؟ IBEA هي International Beauty Experts Academy، هي الأكاديمي اللي نحن بنملكها، تريننج سنتر. انتوا بتعلموا تعملوا تريننج؟ نحن بندرب الاكسبرتس، يعني انا اوريدي بيجوا هن اشخاص بدومين البيوتي بدهم يعملوا ليفل اب، بدهم يفوتوا بالبزنس بطريقه كبيره، بيتعلموا شيء جديد، بدهم يعلوا الليفل تبعيتهم 100%، او بدهم يصيروا مدربين، بيجوا على هي الاكاديميه. نعم. وهي IBEA هي اللي بتملك الاورد، IBEA اورد، ونحن يمكن الشركه الوحيده المرخصه انه تعطي اووردز بهذا بهذا الفيلم. كيف بيرخصوها؟ من وين يعني؟ وزاره السياحه؟ لا لا، بنظام الشركه بيكون، بنظام. نعم. الشركه يعني شهادات؟ بناخذ نعطي الشهادات للبروجرامات اللي نحن بنملكها، ونحن بكولابوريشن مع معاهد رسميه بنعطي الشهادات رسميه كمان. عندكم تعاون مع الخارج، معاهد خارجيه؟ عندنا تعاون مع الخارج ومع الداخل. نعم. في بدي اعرف بس مين الكاتيجوريز المعنيين للترشح للجائزه؟ كل شيء خاصه بيوتي، يعني من بلش بالشعر للوجه، ميك اب، سكين كير، تاتو، ستيليست، شو ما كان، حتى فاشن ديزاينرز، ستيليست، حتى اللي بيعتنوا بالنيلز، هو كلهم بحق لهم نقول لهم ميرسي. حتى اصغر الاشياء، النيلز اصغر من مثلاً. اصغر الاشياء لاكبر الاشياء، كل شيء خاصه بيوتي. حتى السنه فتنا بالشرك اللي هي بتعنى بهذا المجال، يعني الشرك اللي عندها برودكت للبيوتي او اللي هن سبلايرز، سبونسر للمهرجان، ممكن يكونوا سبونسرز، ممكن يكونوا الداتا اللي حوالينا عم تشكر فيهم. يعني انا في كتير اشخاص هالسنه كانوا موجودين معنا، انا كنت اول مره بشوفهم بقلب الاورد، مش شايفتهم بحياتي، بس لانه اجاني فيدباك عنهم حبيت يكونوا هن ضمن الاشخاص اللي عم نكرمهم. كيف بصير السلكشن؟ يعني بتراقبوا كل السنه مين اسمه لمع؟ عم نحاول هلا السنه، خلينا العالم هي تساعدنا. نحن نزلنا بوست على السوشيال ميديا وطلبنا من الاشخاص انه هن يسموا لنا بالنسبه لهم مين بست ميك اب ارتست، مين بست تاتو ارتست. سو خلينا العالم تقترح علينا اسماء، رجعنا نحن ولجنه الحكم جربنا نفرز هالاسماء، تواصلنا مع كتير عدد اشخاص، يعني نحن وصلنا بحدود 4000 اسم. تواصلنا مع كتير اشخاص، في اشخاص جاوبوا، في اشخاص ما جاوبوا. يعني لجنه الحكم اشتغلت كتير، تعبنا كتير، تخنقنا كتير بس ترجع بالاخر طلع القرارات والحمد لله. يعني ما بتصور انه في حدا وصل له تروفي وما كان عن جد بيستاهل وعامل شيء سبيشل بهذا الدومين. بتشوفوا شغل لالون يعني؟ اكيد. بتعرضوا من بعدكم باللجنه، كل حدا بيجيب فيديو بيشوف؟ مش بس شغل، نحن بنطلب اشياء معينه، يعني في ستاندر معين، نطلب الشهادات، نطلب يكونوا مرخصين، بنطلب يكون عندهم اديوكيشن لليفل معين، خبره ما تكون اقل من 5 سنين، يعني ما فينا كمان نكرم شخص له يوم او يومين بهذا المجال. نعم.
طيب في مثلا ناس كثير بيبقوا شاطرين وبارعين بمهنتهم وكرياتيف بس مش مشهورين مثلا، صح؟ كثير بحاول يس، كثير بحاول انه هول الاشخاص اللي عن جد نكون عم نضوي عليهم. في مبدعين كثير من لبنان اخذوا حقهم بلبنان وبرات لبنان، هو مش ناطرين نحن نجي نقول لهم ثانك يو ونقول لهم نعطيهم تكريم او نضوي عليهم، لان اوريدي هن اخذين حقهم وزياده. طبعا في اشخاص عن جد مثل ما عم تحكي كثير تعبانين وشغلانين على حالهم، يمكن السوشيال ميديا مش عاطيتهم حقهم بس هن بيستاهلوا، جربنا نكون عم نوصل لهم بطريقتنا. نعم. الحلو انه هيك كان في مشاركه لوزير الاعلام، صحيح، بس هو ما حضر شخصيا اكيد، بعت ممثله عنه هيك. صحيح. شو بتتذكري ابرز ما قالته هيك؟ بدي اقول لهم اول شيء ميرسي كثير لانه كانوا موجودين، وكانوا موجودين حضورهم كان عن جد كثير قوي. بس ليه نقيتي وزير الاعلام مش وزير السياحه مثلا؟ لا، احنا عم نجرب كل سنه يكون في حدا عم بيرعي هيدي الحفلات. لاست يير كان عندنا وزير الاقتصاد، هالسنه كان عندنا وزير الاعلام، وان شاء الله كل سنه بنجرب انه نكون عم نتواصل مع وزاره معينه تكون راعيه هذا الحفل. اللي حكيته كان كتير حلو لانه كتير ذكرت انه قد لبنان مستشفى الشرق. 100% نحن طول عمرنا العالم تقصد لبنان لحيالله شيء خاصه جمال او تجميله، كان صغير ولا كبير، وبعدهم لهلا مع كل الازمه اللي مرقنا لها بعدهم بيعتبروا اللبنانيين هن الاشطر هن الاقوى. سو وجودهم عن جد عطى دعم لهيدا الايفنت وعطى نكهه كتير حلوه ونكهه رسميه للايفنت. سيدي شو حابه تعرفي من مدام مشلين؟ يعني انا بدي اعرف اكثر عن المهرجان. يس، المهرجان هو انعمل اول سنه بال 2022 كان باوتيل لقاء بالربوه. انا بدي حيي الاستاذ كمال كاسين اللي دائما هن ارض المبدعين، مسرح ضخم دائما يس موجودين معنا كمان. جربنا بال 2023 نزلنا الدعايه وبلشنا بدنا نطلق المهرجان وصارت القصص بالجنوب وبغزه. فصراحه فضلنا انه لا 100%. هلا هالسنه كمان بعدها بعرف الاوضاع بعدها منش كثير منيحه، بس قلنا خلينا نتحدى، خلينا نقول مع رغم كل شيء يعني نحن 100% بهمنا، عندنا ايمان كثير كبير انه قادرين نعمل وفينا نعمل. والحمد لله كان الايفنت كثير حلو، كان ب 1 جولاي ببلازا بالاس بطبرجه، كان عندنا 19 شخص عم يتكرموا. فكانت الحفله عن جد الحمد لله كثير ناجحه، الاصداء كانت كثير حلوه، واهم شيء بهيك ايفنتات ما يطلع حدا زعلان، يعني الكل يكون مرتاح، الكل يكون مبسوط، والحمد لله يعني قدرنا نوصل له. هلا انا بعرف انه صعب تحصي كل الاسماء، بس يعني ابرز اول شيء خلينا نحكي بلجنه التحكيم، شو كان اختصاصاتهم؟ نحن يعني في صديق لي شفته دكتور الياس ابو طايع شفته، طبيب اسنان اكيد معروف ومشهور جدا، وكان عندنا طبيب ثاني كمان دكتور ويليام موتفت طبيب تجميل. نعم. انا جربت يكون اللجنه شفت كريستين صوايا، كريستينا هي الهيد اوف جوري، كانت هي المسؤوله الاساس يعني بالجوري. كان عندنا استاذ كمال بكاسيني جاري، كان عندنا من الاعلاميين مدام باتريسيا ومدام رندا سركيس. طبعا. كان عندنا كمان من الكويت جايه فوزيه، هي من دومين البيوتي يعني اللي عم نشوفها محجبه لابسه ابيض. اكزاكتلي 100%. سو جربنا نكون في هيك مختلطين الاشخاص، في استاذ نضال بشراوي كمان سبع كان موجود، يعني 10 اشخاص كانوا موجودين، بس هون بالصوره في بس صح، كان في كلير دمعه كمان فاشن ديزاينر واعلاميه. فجربنا قد ما فينا يكون مخلوطين هيك، في من كل حدا نكهه، الاعلام بيشوف الجمال بطريقه معينه، الاطباء بيشوفوه بطريقه معينه، اللي بدومين البيوتي. وشكله بهمك يكون اللجنه من المشاهير، يعني المفروض تكون هي بهالفيلد، يعني يكونوا مطلعين على هذا الفيلد تيقدروا ياخذوا الخيار بطريقه تكون عن جد، يكون حدا متخصص موضعية. جمال بس مش مشهور كثير. صح. يعني هلا انا هربت شوي من قصه انه يكونوا اشخاص بالبيوتي بقلب لبنان، لانه الايجو شوي تبعنا ما بيسمح لنا انه هيدي بيوتيشن ليه بدها تقيمني، او هيدي حتى انا ما كنت موجوده ضمن لجنه التحكيم وما كنت عم قيم الاشخاص، لان انا بعتبر حالي مثلي مثلهم. يعني قدمت الحفل ولا بس كان لي كلمه رئيسيه؟ كان لي كلمه رئيسيه، اللي قدم الحفل هو ميشيل أزة، دائما صديق بنكهها وبيظبطها
تمرق هيك سلسله للسنه الثانيه هو بيقدم الحفل. مزبوط. اما المكرمين مين بتتذكري منه؟ المكرمين كان عندنا عبير عيسى، كان عندنا تكنيل الشركه، هن شركه لبنانيه بحت تهتم بمواد للنيلز. عندنا بيرلي هن برودكت للسكين كير. في عنا سامر برايت على ميك اب ارتست، جو يازجي فاشن ديزاينر، جورج شعار كان ضيفنا هلا اليوم صحيح، وبيهتم بتصوير البيوتي. ديانا رزق سكين كير، ريما حريسي بست بيوتي لونج عامله فكره كثير مهضومه، بيت قديم محولته لسبا. يعني جربنا نجيب اشياء رادز، هدول شباب كثير صغار بس اشتغلوا على حالهم. كان عندهم بيبيعوا اونلاين تياب، صار عندهم هلا محل شي 300 او 400 متر وصاروا انترناشونال وبيبيعوا، شاطرين وهن شبان كثير صغار ولبنانيه، سو ليه ما بدنا نشجعهم نقول لهم برافو وكملوا واعطوه اكثر. سو جربنا يكون هون عندنا من برات لبنان، من قطر بس هي اصلا سوريه، ليليان بس هيدا بيوتي ارتست. يعني حاولت يعني تعمل المهرجان دولي اكثر ما يكون لبناني بيور. السنه الماضيه كان عندنا هون مثلا ديانا رزق منا لبنانيه، في عندنا كمان ماد دولز منا لبنانيه، ليليان منا لبنانيه. السنه الماضيه كان عندنا عدد اشخاص من برات لبنان اكثر لانه الاوضاع السنه اللي قبلها يعني كانت الاوضاع شوي افضل، هالسنه كان عندنا شوي صعوبه خافوا. بس هو المكرم بيجي على حسابه كتيكت طياره واقامه واوتيل بس نحن كتروفي وكدخول المطعم التروفي مع شخصين يفوتوا على الصال اللي عم يتكرم معه شخص ثاني، هدول هن ما بيتكلفوا بولا اي شيء. حابين يجيبوا اشخاص زياده تيكونوا عم يحضروا الايفنت كايفنت بيدفعوا على الاشخاص اللي جايين. لانه في عشاء عشاء وسهره، يعني كان بعدها في حفله عملتوا شو يعني في اغاني، في كان في عندنا زفات هيك عم يعملوا لنا شويه امبيونس على الانترنس كمان وقت على الانترنس وديورينج وبالاخر كمان. نعم. يعني انا بالنسبه لي عن جد فخورين انه في شخصيات مثل حضرتك هيك، سيدات دائما تكون هيك براود فيهم وبانجازاتهم وما بيحبوا يخلوا النجاح لهم. طبعا بحبوا يضووا على الناجحين، هيدا الاهم طبعا، وهذا اللي عم نفتش عليه بلبنان، ما يكون في انانيه وهيك ننشر عطر هالمحبه وحب النجاح للآخر، نفتخر بالآخر. صحيح. ونبرزه أهم شيء نخليه يبين حدنا. فأنا بدي هنيكي. شكرا كثير لك، وانا بتمنى يعني انا بقول لهم دائما عندي شيء بدي اعمله قبل ما فل من هالدنيا بهيدا الدومين، حابه اغير شيء، حابه نكون كلنا مش معودين كنا على التيم ورك، على انه نكون بنعد بعضنا كومبيتيتورز. بس كيف اجتك هيدي الفكره؟ لانه انا بحب بحس انه لما بنكون اكثر من شخص، اكثر من يعني بنكون مجموعه قادرين نوصل اكثر، قادرين نوصل صوتنا اكثر. بدومين البيوتي نقابه ما عندنا، بتحس انه كل واحد حد بده يشتغل لحاله، لا ليه، نحن لازم نكون مع بعضنا، لازم نجتمع مع بعضنا وبالاشياء الحلوه بالاخص، مثل ما بنجتمع اوقات على مصايب او على مشاكل. ما بعرف اذا بتتذكروا وقت صار انفجار بيروت، ما ضل حدا من البيوتيشنز ما قدم حاله تيكون عم بيساعد هول الاشخاص. صح. سو نحن بنركض للاشياء المنيحه، واي نوت انه نستقبل اشياء منيحه كمان. مايك مشلين خواند، هيك بدي اترك لك كلمه اخيره تقوليها. انا اول شيء بدي اتشكركم لكم على هالاستضافه اللي كتير حلوه. بالعكس، لك مريم تي في بتختص بكل شؤون المراه. صحيح. يعني اذا بدك سبيسيفيكمون وجنرالمون يعني بكل المواضيع اللي بتصير بالبلد، بس بالاخص نحن بنهتم بمواضيع المراه. ان شاء الله السنه الجايه بيكون مريم تي في بلجنه الحكم. ان شاء الله بتمنى. يلا هيدي رح احطها عندي نوت من هلا، وانا كثير مبسوطه بوجودي معكم. ومثل ما يعني دائما بقول الله كريم، لازم ونحن مش اكرم، قد ما نحن نعطي وقد ما نحن نعمل. صحيح. هو حيشوفهم اضعاف واضعاف. فبتمنى هيدا الفيلد اقدر غير شيء، اقدر اعمل شيء اذا الاشخاص اللي حوالي ضلوا عم بيساعدوني وعم يدعموني لحتى نقدر نوصل صوتنا. ان شاء الله من نجاح لنجاح على طول، بنشوف هيك انجازاتك الرائعه. ثانك يو سو ماتش. وبتضوي على كل الناس اللي عندهم انجازات بلبنان. ميرسي كثير لكم. شكرا لك، شكرا لحضورك. شكرا سيدي على مشاركتك تقديم حلقه. مرسي. اليوم وانت رح تستلمي الدفه تبع السفينه. نعم. اون تايم تنين الجاي رح تكون معكم سيدي اكيد
بالمشاركة كمان أيضا مع زميلي ماري العلم حبشي. الله معكم، وبرجع بذكركم كل الفقرات اللي حابين ترجعوا تشوفوها بتفوتوا على موقعنا يوتيوب مريم تي في لبنان، بترجعوا بتحضروا الحلقة وبتتمتعوا فيها. الله معكم.